حابين نعرف انت شنو، انت شنو طقوسك قبل لا تصعدين للمسرح وترقصين؟ شو تسوين؟ شنو طقوسك؟ تعملين ايه؟ اي حاجه بعمل في حياتي، في رقص، تمثيل، رايحه اي طريق، سفره اي حته. اوكي. اول شي طبعا بقول لها يا رب، وطبعا لما راكبه طياره لازم اسلي قبل ما يعني طياره انت تطلع، لازم اسلي. يعني انت انت طقوسك قبل لا تصعدين للمسرح في الكباريه تقصين تقولين يا رب؟ اكيد. علشان ايه؟ يوفقك وتهزين كويس مثلا؟ ليه تقولين يا رب؟ عشان احنا كلنا بني ادمين، يعني ما ينفعش وانت على المسرح قلبك تقف، ها حتى تموت. فانت قبلها قايله يا رب حتى لا تموتين على المسرح، حتى قلبك لا يوقف، انت قبلها طبعا قايله يا في رب. ناس، في فنانين كتيره بتموتوا على المسرح، بتحصل. زين، انت من تقولين يا رب انت تتوقعين هو نفس الله سبحانه يعني وتعالى رب العالمين هو. يعني بطلب الباور. متقولين يا رب حتى تطلبين باور من عنده؟ زين، مو هو نفسه رب العالمين ما راضي على الرقص اصلا، فكيف مين تطلبين قالك؟ منه شيء هو ما راضي هو عليه؟ اللي قالك؟ طبعا هو لا يقول، اكيد يقول، يعني في لا، الكتب ما السماويه عادش. موجوده في امور كثيره، في امور يعني المراه يعني لازم تحافظ على يعني نفسها. في الحتة دي انا مش معاك. يعني تاخذين باور من رب العالمين حتى تقصين؟ هو اللي بيديني باور. امال مين بيديني باور؟ يعني تتوقعين هو راضي على اللي انت تسوينه؟ ليه؟ يعني نرقص بصورة عامة حتى احنا في مجتمعاتنا العربية مرفوض، ايه ليه؟ ليه؟ يعني احنا هواية ناس عندنا طيب بالعراق سؤال، وفي مصر، ما شفت انت بالافلام يقول لك هيتجوز رقاصة؟ احنا كمجتمع عربي نرفض الرقص. ونفس الوقت ما تقدرش تعمل فرحك من غير رقاصة. آلاف الأفراح ملايين من غير رقاصة. من من يبقى غير هما رقاصة. اللي بيرقصوا، يبقى هما اللي بيرقصوا، صح ولا غلط؟